نبدأ في الطبق بتاعنا، طبق سهل جدا ومكرونة سريعة جدا جدا جدا، يعني ينفع نعملها، مش هتاخد وقت معانا أكتر من 5 دقايق. تمام، هجيب كده الأول، هحط في طاسة، هحط شوية زيت، تمام، وهبتدي أحط شوية ثوم، تمام، بالشكل ده كده، اديله تشويحة كده بسيطة، مش هحمره، وبعدين انزل عليه بالمشروم، مشروم فريش متقطع شرايح بالشكل ده كده، تمام، وهسيبه يدبل شويه. طب عشان نكسب وقت انا ممكن اشتغل في نفس الطاسه، يعني مش مستاهله ان انا اشتغل في طاسه ثانيه وانا شغاله في البيت، بس انا عشان هكسب وقت هشتغل في الطاسه الثانيه مع بعض، تمام. هحط هنا شويه زيت، وبرده هحط شويه ثوم، بقيه الثوم اللي عندي، تمام، وانزل بالطماطم شيري متقطعه نصين بالشكل ده، ممكن طبعا طماطم عاديه لو ما عندناش طماطم شيري مفيش اي مشكله خالص، نقطعها مثلا مكعبات كده صغيره او وسط مفيش مشكله خالص. لا انت اعملها شال بطماطم عاديه مالكش دعوه بالشيري. انا دلوقتي حطيت في طاسه شويه زيت وثوم، وحطيت المشروم عايزاه يدبل بالشكل ده كده، هحطي بس النار دي يدبل بالشكل ده كده، تمام. والمفروض بقى في نفس الطاسه هشيل المشروم، المفروض كنا عملت خطوه الطماطم دي بس احنا عشان الوقت فعملتهم في طاستين. هنشيل المشروم المفروض من الطاسه دي، نحط شويه ثوم تانيين، ونشوح الطماطم الشيري بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ونرجع عليها المشروم تاني. نحط بس زيت بسيط كده هنا، تمام، بس كده اديله تقليبه. بصوا شايفين المشروم ابتدى يدبل معايا، مكرونه سريعه طعمها بجد تحفه، المشروم كمان الفريش بيبقى غير خالص خالص المعلبات، بجد فرق شاسع في الطعم، فيعني ففعلا ما تجربوش المعلب يعني. انا ممكن اخد الطماطم على دي اعلى كده، تمام، مشروم كده بالنسبه لي دبل، الطماطم بس هديها تشويحه، تشويحه برضو بسيطه اللي هي تدبل معايا في الثوم كده. هحط عليها البقدونس المفروم، تمام. ام جهاد معانا؟ الو الو الو، ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، تمام، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه يا حبيبتي، قولي لي عندك سؤال. بقول لحضرتك عايزه اسال بس على تخزين البسله وتخزين الباميه. حاضر حاضر، هقول لك حالا. شكرا، هقول لك حالا. وبرده يعني استنونا في حلقات رمضان، ان شاء الله في رمضان هنبتدي نحضر كل التحضيرات اللي تغطيكوا تماما في رمضان، سواء انا سواء الشيف يسري، ان شاء الله هنعمل جدول ليكوا محترم جدا 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 في رمضان يغطي كل احتياجاتكوا في رمضان، من تخزين لعصاير لكل حاجه انتوا بتحتاجوها في رمضان ان شاء الله هنغطيها في برنامج المطبخ، تمام. أقول بسرعة عملت إيه؟ حطيت في طاسة شوية زيت، عليهم شوية ثوم، وبعدين شوحت المشروم بتاعي الفريش، المفروض بعد كده أحطه في طبق تاني بس أنا اشتغلت في طاسة تانية، وبعدين في نفس الطاسة أحط شوية ثوم وطماطم شيري مقطعة كده نصين، أو طماطم عادية اللي متوفر عندنا نشتغل بيه ما نوقفش نفسنا تماما، تمام؟ ثوم، طماطم شيري أو طماطم عادية، عليهم نص كيلو بقدونس. دلوقتي المشروم عندي تمام كده دبل، أرجعه تاني، تمام، شكل ده كده، طبق سريع جدا جدا مش بيحتاج أي وقت. معانا رحمة، ازيك يا سمسمة؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا روحي؟ تسلمي لي، الحمد لله، ربنا يخليكي. محتاج اي حاجه على فكره؟ تسلمي لي يا رب، محتاج يعني مكالمتكم بس. كمل نفسه من كل حبيبتي، تسلمي يا رب، تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. الله يخليكي يا حبيبتي، الحمد لله. عايزه اسالك على العيش بتاع الشاورما، الله يخليك، قولي لي عشان عايزه اعمله النهارده. حاضر حاضر يا حبيبتي، هقول لك. انا كنت مستنياك عشان اسالك. حاضر يا حبيبتي، هقول لك، حاضر عينيا.
هو سهل جدا كمان ما بياخدش وقت، يعني تسويته بيبقى سريعه جدا يعني ما بتاخدش اي وقت. تمام. انا هقول بسرعه تاني معلش، عملنا ايه في الـ في الـ في الطماطم والمشروم؟ طاسه فيها شويه زيت، حطيت ثوم عليهم المشروم، شوحته تشويحه، وفي نفس الطاسه تاني بعد كده المفروض نحط شويه ثوم، طماطم شيري او طماطم عاديه، عليهم بقدونس، ونرجع المشروم تاني. تمام كده الطماطم بالنسبه لي تمام، انا مش عايزاها طبعا تدبل خالص. وهبتدي اجيب كده المكرونه اللي عندي. تمام، واخد بقى شويه كده منها. انا هنا مستخدمه شرايط، تقدروا تستخدموا اي نوع طبعا انتوا حابينه، يعني اي نوع مكرونه، بس هي بتبقى حلوه قوي مع الشرايط او سباجيتي او المكرونات الطويله دي، بتبقى فعلا بتدي شكل كمان مكمل للطبق. يعني هبتدي اقلب كده تقليبه، اخد دي احسن. تمام اهو بالشكل ده كده. هبتدي بقى احط، مش هحط اكتر من معانا حبيبه ملح وفلفل اسود. ايوه ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبه، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ممكن اسال ممكن اعرف بس طريقه شوربه المشروم؟ شوربه المشروم حاضر هقولها لك، احنا عملناها كمان اليومين اللي فاتوا بس هقولها لك حاضر تاني. وهبتدي اقلب المكرونه. ممكن نرد على سؤال شوربه المشروم؟ شوربه المشروم عندنا هحط شويه زيت في طاسه او في حله، وبعدين هحط كرفس وكرات وثوم مفروم، وهبتدي اديهم تشويحه، وبعدين انزل بالمشروم اديله تشويحه لحد ما المشروم يدبل خالص خالص، وبعدين انزل بالمرقه اللي عندي. مرقه بقى سواء لحمه، فراخ، خضار، او مرق اللي هو الفوري، اي مرقه متوفر عندي هقدر استخدمه. بعد كده هقوم سايباه يغلي غلوتين، وبعد كده احط نص كوبايه كريمه. نقدر بقى نقدمه بالشكل ده او نضربه في الخلاط يبقى المشروم مضروب خالص، فعندنا الاختيارين دول، اي اختيار نقدر نستخدمه. تمام انا كده المكرونه جاهزه عندي. تمام مش محتاجه اي حاجه تانيه، تغيير عن المكرونه اللي بالصلصه وطعمها فعلا بيبقى تحفه. المشروم مع الثوم والبقدونس والطماطم بيدي طعم رهيب بجد، لازم تجربوه. هبتدي اغرف كده المكرونه بتاعتي. تمام اهو بالشكل ده. عايزين كمان نرد على عيش الصاج او عيش الشاورما. معانا ايمان؟ ايمان الو. ايوه ازاي حضرتك عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اتفضلي عندك اي سؤال؟ انا كنت عايزه اعرف تتبيله الفراخ اللي حضرتك عملتيها في اول الحلقه. حاضر حاضر هعيدها تاني. حاضر في الحلقه عينيا، وهنزل لك كمان المقادير عشان تصوريها، وهعيدها تاني وانا شغاله دلوقتي. تابعينا حبيبتي. تمام هبتدي بقى اغرف المكرونه كده بالشكل ده، نزلها كده كلها. تمام طبق مكرونه كده لطيف يتقدم مع الفراخ اللي احنا عاملينها، او يتقدم ممكن نعمل على فكره معاه كمان قطع فراخ صغيره واحنا بنسوي، يعني نقدر نعمل ده، بس طبعا الاول هنسويها. ممكن نزود فلفل الوان، بس هي طبعا الطماطم مع المشروم والبقدونس والثوم بتدي كده مع بعض تيست حلو جدا. هجيب منديل. منديل فين عندي؟ طيب هات لي منديل يا محمد بعد اذنك. هبتدي احطها على جنب كده.